السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله نقترح عليكم واحد الغداء مغربي اقتصادي متنوع، نحاول إن شاء الله نخليه صحي. نبدأ على بركة الله بأول وصفة اللي هي البقولة محبوبة الجماهير. أنا نقيتها وغسلتها ليلة قبل وخليتها استقطرت مزيان، دابا غادي نقطعها. بالنسبة لهذه الوصفات فهي مغربية، يعني اقتصادية، ماشي شي حاجة اللي ما هاد الأخوات تيقول ما كتجيبلناش الجديد، فأنا كنعطي الأخوات يطلب مني اقتراحات اللي تساعدهم في إطار تدبير المصروف ديال المنزل ديالهم فقط. غادي نقطعها على هاد الشكل هذا، حاولوا تقطعوها رقيقة. ونعاود نحط فوقها ونقطع، كنحيد غير داك الاول اللي كبير وحتى حتى صافي. ملي كنقطعها كنديرها في الكسكاس، انا غنديرها غير ديال الكوكوط، عندي كميه غير قليله. وغادي نضيف حتى الربيع صبور ومعدنوس معها في الكسكاس حتى هو كيتبخر. بالنسبة للكمية فأنا درت غير شوية لأن كنبغي ناكلها طرية، متعجبنيش ديال المجمد، فكندير غير ديال النهار فقط. صافي غنقطعو مزيان ونديرو حتى هو في الكسكاس. وغادي نضيف معاها ضروس ديال التومة، أنا حيت دايرة بطة وحدة ندير غير جوج أولا ثلاثة، درتو أكتر زيدو كمية ديال التوم. في الكوكوت تفور واحد 15 دقيقة حتى 20 دقيقة. الشر مولا فأنا كنقطع الربيع رقيق، صبور كثر من المعدنوس في المهراز، وغادي نضيف ليه الثوم بزايد لأنني غادي ندير شرمولة البقولة وحتى الحوت، كتعرفوا طاجين الحوت كياخد كياكل شرمولة بزاف. غادي نضيف ليه شوية ديال الأبزار، أنا كندق الشرمولة مع العطرية ديالها كاملة والتحميرة بزايد، يعني الفلفل الأحمر والملح اللي كتوجد الشرموله بطريقه اخرى، يعني بالروبو او لا بشحال اللي كتحليها توجدها. انا كتعجبني نديرها في الشرموله في المهراس. غنضيف الكمون حتى هو وشويه ديال السودانيه. دابا نعاود نضيف مع البقوله صافي وندق كلشي. بالنسبه للحوت اللي غادي ندير فهذا سميتو الزرزور، كيدير غير بعشرين درهم للكيلو وزوين كله هضره كما كتلاحظوا. كان مثلا هنايا كنشري حيت ميمكنلكش تشري بوحده كتشري بالكيلو، فهذه فيها جوج كيلو غنقسمها انا على جوج كيلو غادي ندير به الطاجين. غناخد غير القطع اللي كبر بحال هكا كما كتلاحظوا، والقطع اللي صغيره بحال هكا على شكل ستيكات اللي كيصلحوا للقلي فانا كنحتفظ بهم لمره اخرى كنقليهم اولا كنديرهم في الفران على حساب. المهم دابا انا غادي نشد هذه القطع الكبيره وغادي نشرملها. غادي نضيف القليل من الماء صافي، وغادي نشرم الحوت ديالي ونخليه على جنب. غادي نجيب انا غادي دابا ندير في المقلاة الثقيلة حيت بغيت نردها مباشرة فوق البوطة باش كنختصر الوقت. كندير صوص طوماط اللي مطحونة عندي جاهزة. غادي نجيب السمك ديالي، غنحيد ديك الشرموله اللي بقات لي منه وغادي نضيفها حتى هي هنا، وغادي نخلط مزيان. هيا غادي نضيف زيت العود، زيت الزيتون، وغادي ندير القطع ديالي ديال السمك. فايت لي قلت لكم فيديوهات سابقه، فالحوت كما بغى يكون فيه الفوائد، كما بغى يكون راه فيه فوائد واحسنهم هو السردين حيت فيه الكالسيوم بزاف. للاسف ما تيبغيو لياش نهائيا، ما فهمتش علاش مره كنديرو غير راسي.
كما لاحظتوا درت الحوت. دابا غادي نجيب الخضره ديالي اللي سلقت خيزو وبطاطا، سلقتهم غير السلقه فوق نص السلقه، يعني الدجاج اللي غيبقى يزيد يطيبوا لي فوق البوطه. كنجيب شويه ديال الصوص مع شويه الشرموله، وكنضيف حتى الماء وكنخلط مزيان. كنضيفهم مع هاد البطاطا خيزو باش يتشملو حتى هما ويجيو بنان. راني سلقتهم حتى هما بالملحة والماء، دابا غادي نخلط على هاد الشكل هذا. ما طيبوش البطاطا بزاف، صافي. وغادي نضيفها من الفوق غير بشويه. بالنسبه للهريسه اللي كيبغيها يضيفها، تعطي لوكو زوين. انا اكتفيت غير بديك السوداني اللي درت مع الشرموله. غادي نستف الخضر ديالي من الفوق، صافي. غادي نضيف حتى قطع ديال الفلفله، لابد تسلقوها حتى هي نص سلقه، سلقوها. انا درت الفلفله الوان، غنستفها من الفوق. وغادي ندير قطع شرائح الحامض، هذا الشكل هذا. صافي. وغادي ندير وغادي نضيف الزيتون والشرمل. صافي. اللي بغات ديرو في الفران ديرو، واللي بغات تخليه فوق البوطه غادي نديرو به فوق البوطه باش يطيب ليا بسرعه، صافي. ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ديالو. من الاحسن تغطيوه بشي حاجه من الفوق باش كيرجع عليه داك الصد، وحتى الفلفله كطيب. البقوله فانا غادي نجيب الشرموله ديالي، غادي نضيفها، غادي نزيد لها شويه السوداني حتى كتبغي شويه د الحروره الحموضه. غادي ندير زيت الزيتون اولا زيت المائده، وغنردها تقلى شويه فوق البوطه غير الشرموله بوحدها، غير شويه عندك تحرق ليكم، ردوا ليها البال. ضيف حتى زيت المائده قليل، انا ما عنديش البقوله بزاف، لذا انا درت غير شويه الشرموله مع الزيت. ملي كتقلى الشرموله مع الزيت غير شويه ما تخليوهاش تحرق، صافي. غادي نضيف البقوله ديالي اللي فورات، خاصكم تقلبوها ضروري من هاد العودات واش طابو، صافي. ونحرك كلشي، وانا مره مره كنعملها على هاد الشكل هذا باش ديك الثومه ما تبقاش كبيره. نخلط ونخليها تقلى مزيان مع الشرموله، وانا مره مره كنحرك. قبل ما نطفي عليها غير بشويه انا كنعصر فيها الحامض وكنخلط شي واحد شويه، صافي. ونطفي عليها، ها هي جاهزه. هذه المائده ديالي جاهزه، هذا الطاجين ديال الحوت اقتصادي وكيجي بنين بزاف بزاف ومنوعه فيه الخضر. ممكن تديروا اي باي حوت كما قلت لكم، هذا الزرزور فهو كيجي بنين وكيشبه للحوت الابيض واقتصادي، يعني 20 درهم فهو في متناول. بالنسبه للبقوله هي هذه كتجي لذيذه بزاف بالشرموله اللي درت ليها. وهادو اطباق شاطولي من وجبه البارح، ما كنضيعهمش ما كنلوحهمش، كنحتفظ بهم للغد، كنديرهم كاطباق جانبيه. كنتمنى نكون عطيتكم افكار، يعني الاجواء جابات اغلبيه الناس كيعرفوها، غير الافكار فقط باش ما تدخوش في شنو تحضروا، وكنت يعني سفتكم. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.